شي لنا نتحرب ما بين المغرب والجزائر. المغاربه غياكلوا العصا غياكلوا العصا، حنا كنعرفوا هذا الشيء. هذا ما بقاش في السلاح، هو اصلا بعد الكفه ديال السلاح والعدد الجزائر متفوقه علينا. هذه الاولى، الجزائر متفوقه علينا. عدو كلاسيكي، لان الجزائر هي اقوى دوله في المنطقه. احنا ما راناش في خطر، احنا المغرب قادرين نمحيوها في 48 ساعة. 48 ساعة، 48 ساعة راح رانا في الرباط. اللي يحوس علينا يلقانا، هذاك علاش ما نبغيش الحرب. حوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي، ما نتعدى على حد. اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لان احنا ما نحبسوش. الجزائر عيانه، والجزائر الا شدو كيطحنوك انت ضربك السنكولة، على ما تتكذب الا شدو كيطحنوك. شفنا بلي ما كاش حل الا الحرب. دونك يا صحراوه، ياكم بغيتوا تدوروا الاستقلال، موتوا واستشهدوا على بلادكم، حاولوا الحرب حتى في المغرب داخل الاراضي المغربيه، ماشي الاراضي المحتله، مغربيه، في كازا، في مراكش. كاين اعمال قادرين تقوموا بها لخلق الرعب للمجتمع المغربي. لازم اليوم البوليزاريو انه ينقل الحرب حتى في المناطق تاع المغرب، في الرباط، في كازا، في هذه هي الحرب. افطنوا يا الشعب، يا الشعب الشقيق. شقيق انا نديرها بالقيمه باسكو ماكمش اشقاء الا خليتوا هذا الملك مازال في بلاصتو. المغرب جزيرة، قدرنا هو أننا جزيرة، ويجب أن نتصرف لسكان جزيرة. جزيرة مطوقة. كيداولوا الجزائريين بيناتهم حكاية كاذبة أن ملك المغرب الحسن الثاني قال: شعبي العزيز، غدا سنشرب الشاي في تندوف، أي أننا غادي نسترجع تندوف للتراب المغربي، وهذه حكاية كاذبة. فكان رد الرئيس الجزائري بوخروبة: إلا شربتي أتاي في تندوف وأنا حي نعطيك شلاغمي ديرهم نعناع. الجنرال الكتاني قال الحسن الثاني: سيدنا الا بغيتي جلالتك هاد الجمعه هادي تصلي في وهران ندخلوا نستعمروها غنكونوا تماك. فقال له الحسن الثاني: لا خليهم دابا يهديهم الله. بزاف ديال المغاربه تيطرحوا سؤال مشهور بزاف: علاش سيدي المغرب كيشري سلاح بالزبابل ديال الفلوس؟ علاش ما يديرهمش دوك الفلوس في السبيطارات ولا يقاد بهم مشاريع اللي غتخدم ولاد البلاد؟ صراحه انا كنت كنسول نفس السؤال، كنت نقول اش كيخربق المغرب، اش كيرون فينا وغادي. ولكن الحقيقه اننا بعض المرات كتعمل القلوب وماشي الابصار. المثل تيقول: اللي بغى السلم يوجد راسه للحرب. 60 عام داس على حرب الرمال ما بين البلدين الشقيقين المغرب والجزائر، حرب قال عليها الرئيس الجزائري احمد بن بلة: حقرونا المرار كحقرونا. وبدا تيبكي: حقرونا اخواني، حقرونا. 46 عام دازت على معركة أمقالة اللي كانت ما بين الجيش المغربي والجيش الجزائري، واللي جنود المغرب انتصروا فيها على جيش المرادية واعتقلات القوات المسلحة الملكية فيها قائد الأركان شنقريحة بحال شفار رفقة كتيبة جزائرية، وتطلق سراحه من بعد ما تدخل الرئيس المصري أنور السادات. فمن بعد ما استرجع المغرب إقليم ديال الساقية الحمراء، الجيش الجزائري هو والبوليساريو حاولوا يحتلوا جزء من الصحراء المغربية، فرس الهواري بمدينة الكتيبة 97 والفرقة 112 من القوات الخاصة وجروب من النخبة ديال القبعات السوداء اللي كان على رأسها أحمد قيد صالح، وتمركزت فين؟ في المحور ديال أمقالة، المحبس تفاريتي. فتلاقاو مع الرجال الشداد اللي وكلوهم العصا وداو ما يعاودوا. تلاقاو مع واحد الجبهة التحرير المغربي كيقودها النقيب المجاهد حبوها الحبيب الرقيبي، وجوج ديال الجروب والمشاة بقيادة الكولونيل بن عتبان، مدعومين بقوة ديال المدرعات كتكون من 36 دبابة. فتقتل منهم أكثر من 250 عسكري جزائري وطاحوا في الأسر 115، وانتصروا جنود المغرب الأبطال بعون من الله على الجيش الجزائري الغازي الجبان في موقعة أمقالة الأولى. وهربوا الجزائريين والبوليساريو كيبوشتوا بقطايا، هربوا كيف قوي عيدتهم. لكن السؤال هنا: ماذا لو وقعت حرب ما بين المغرب والجزائر الشقيقين؟ فيا ترى في ظل هذه الأوضاع والمناوشات ما بين العلاقات المغربية والجزائرية، خلينا نطرحوا سؤال يقدر يطرحوا اي واحد: الا قدر الله هذا الشيء ما بغيناش، لكن ماذا لو وقعت حرب بين الجزائر والمغرب؟ واش غادي نحقروا عليهم عاوتاني، ولا بصح الجزائر ولات هي القوه الضاربه في افريقيا وما يقدر عليها حتى شي واحد؟ الجزائر هي اقوى دولة في المنطقة. يا ترى لمن الغلبة اليوم؟ شكون الأقوى عسكريا؟ تابعوا معايا. جوابا على هذا السؤال، إذا دخلنا للموقع العالمي Global Firepower اللي كيصنف أقوى جيوش العالم، غلقاو أن الجزائر كتفوق على المغرب من الناحية العسكرية. الجزائر مصنفة هي 31 والمغرب مرانكي هو 56. مؤسسة Global Firepower تقول أن الجيش الجزائري كيحتل المرتبة الثالثة بين أقوى الجيوش في القارة الإفريقية من بعد الجيش المصري وجنوب إفريقيا.
افريقيا. اما الجيش المغربي فكيحتل المرتبة الخامسة من بعد نيجيريا. جلوبال فاير باور تيقول ان الجيش الجزائري واعر على الجيش المغربي من ناحية عدد الطائرات الحربية، طائرات المقاتلة، الهليكوبتر، واكثر منه في عدد الطنوقة والمدرعات والمدفعيات. عندهم اسطول بحري واعر، عندهم سادية الغواصات احنا ما عندناش، عندهم سادية السفن الحربية احنا يلا عندنا وحدة، عندهم 45 هليكوبتر هجومية احنا ما عندنا حتى وحدة، هما كينتجوا البترول احنا ما كينتجوش. واش هادشي كيعني ان الجيش الجزائري اقوى من الجيش المغربي؟ واش هادشي كيعني انه الا قدر الله وطرات حرب غادي تربح الجزائر غيخسر المغرب؟ احنا والله ما باغي نديروا الفتنة. الفتنة نائمة لعن الله من اوقدها، الفتنة ناعسة مع من ناعسة الله اعلم. سيداتي سادتي، حلقة اليوم صراع الجيوش، المغرب والجزائر، اي جيش اقوى؟ الفيديو ديال اليوم غادي يكون حلقة خاصة مقارنة بين الجيش الجزائري والقوة العسكرية الجزائرية، وبين الجيش الملكي والقوة العسكرية المغربية، شكون اللي واعر فيهم؟ اليوم القاميلة بنينة وسخونة فيها شلابك ومعلومات، خلينا نتبنوها غي بشوية بشوية. اعطونا لايك، اشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام، انا سميتي يونس مسرار. شنو سميتي؟ سميتي يونس مسرار. على بركة الله نبداو. اول حاجة علاش المغرب كيشري السلاح؟ اش بغينا احنا بانظمة الدفاع الجوي باراك ويت اللي شراها المغرب ب 500 مليون دولار؟ علاش غيخسر 4 مليار ديال الدولار فاصلة 25 باش يشري 35 مروحية الاباتشي الهجومية الفتاكة من امريكان؟ وعباد الله واش 17 مليار دولار كاملة في ميزانية ديال الجيش في قانون المالية ديال 2023؟ اويلي وحدي واش هاد الفلوس تكون تخسر في السبيطارات ولا على التعليم والجامعات ولا تفرق على الموظفين المغاربة كره المغاربة ولاو سواعدة ماليا؟ ما كاين غا تيرشرش. اللي تيقول هاد الهضرة خويا المغربي اختي المغربية، شوف غير بالعقل دورها في راسك مزيان. هاد الجامعات، المطارات، الموانئ، اكبر ميناء في افريقيا، ميناء طنجة المتوسط، هاد ميناء الداخل الاطلسي اللي كيتصاوب، هاد الطرود ديال تيزنيت الداخلة اللي كتصاوب، اكبر مسرح في افريقيا ديال الرباط، اعلى برج في افريقيا برج محمد السادس، اكبر مركز تسوق في افريقيا مروكو مول، اطول جسر معلق في افريقيا جسر محمد السادس، اضخم مشروع ديال النور للطاقة الشمسية في العالم، طاقة الريحية، أكبر مسجد في إفريقيا مسجد الحسن الثاني، ترامواي، تي جي في، السكك الحديدية، المصانع، المطارات، الجامعات اللي كتخسر عليها الملاير، وزيد شحال الخداد ديال الوقت وشحال ديال الجهد وشحال ديال الناس خدموا عليها وكريديات وشعب مزير، شكون غيحمي هاد الشيء؟ شكون غادي يكالي عليهم من أي هجوم عسكري؟ من أي تدخل سواء بالصواريخ طويلة المدى ولا الطائرات الحربية؟ شكون وحنا دايرين بينا غا هما يا ربي السلامة؟ لقيك المستعمر السابق من الشمال عندك العدو من الشرق اللي مكرهش الجو يحبسوا عليك من الشرق، ماشي غير الخطوط الجويه، مكرهش هو اللي هو يحبسوا عليك من الشرق كون كان يتحبس، وفرج لك مسمار مخزز سميتو البوليساريو، جماعه ارهابيه كتسمي راسها جيش التحرير الشعبي الصحراوي. ها قول لي باش غتحمي مشاريعك وترابك؟ غتحميهم بالسبيطارات؟ عندك كنز جبل تروبيك في مياك واسبانيا باغي تهرف عليه، عندك حدود شرقيه غير مرسمه مع الجزائر، عندك منطقه عازله منزوعه السلاح ما كتخضعش لحتى شي قانون، ليبيا شعلة فيها نايضه فيها الجيرة. داخل فيها الدعم ديال مصر والامارات والسعوديه ضد الدعم ديال تركيا وخاشيه روسيا وايران قماقمهم، خطر تهية، وكاين بزاف ديال الميليشيات والجماعات الارهابيه والمرتزقه كيتقاتلوا. ودابا منين غيجي الوقت وغيسالي هذا الشيء في ليبيا؟ تخيل شحال ديال الاسلحه غتولي تتباع في السوق السوداء، تخيل شحال ديال بنادم غادي ينضم لجماعات ارهابيه في هذه المنطقه، تخيل شحال ديال دواعش غتولي في شمال افريقيا. والله يحفظي لما ولات ليبيا بحال سوريا ديال شمال افريقيا، وانت عندك داعش صغيره قريبه لك اللي هي البوليساريو، بلا ما ندويو على نيجيريا وبوكو حرام وتنظيم القاعده في المغرب الاسلامي والجماعه السلفيه للدعوه للقتال اللي المقر ديالها كاين في الجزائر، وحركه الشباب المجاهدين الصوماليه، حركه انصار الدين السلفيه الجهاديه في مالي، وحركه التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. ونزيدك المراقبون تيقولوا ان افريقيا غتولي هي الجيل الثالث لتنظيم القاعده، المغرب ولا بحال شي جزيره دايرين بها الدياب تماما كيف ما قال المؤرخ عبد الله العروي. المغرب جزيرة لا ترى، ولكن انظري الى الخريطة المغرب وسترين ان المغرب جزيرة، ويجب ان نستخرج من ذلك كل النتائج. قدرنا هو اننا جزيرة ويجب ان نتصرف كسكان
جزيرة، جزيرة مطوقة. ايوا بالسلامة، بمن بغيتو نتحزمو؟ ما حدانا حتى شي دولة اللي نعولو عليها. بغيتو بنتحزمو بالجزائر؟ الجزائر المستضيف والداعم الأكبر للإرهابيين سواء البوليساريو سواء الجماعات الجهادية في الصحراء. نتحزمو بإسبانيا اللي النهار اللي طرا المشكل كشرات على النيابة وعرات على وجهها الحقيقي. نتحزمو بموريتانيا مسكينة اللي كتعترف بجمهورية البوليساريو. المغرب إلا ما عولش على راسو ما عنده على من يعول، راه كاين غير الديب على خوه، ولا ما كنتيش ديب غياكلوك الدياب وغيحقروا عليك. والحق ينتزع ولا يعطى. واسهل مثال غير باش المغربي ياخذ ترسيم الحدود البحريه، شتو المشكل اللي طرا؟ هذا هو الواقع. حنا ما عايشينش في المدينه الفاضله ديال افلاطون، حنا راه العدو امامكم والبحر وراءكم. تعلب السياسه الامريكيه الشارف هنري كاسنجر تيقول ان طبول الحرب تدق واللي ما سمعهاش راه سمك. وهذا الشيء ياسين المنصوري مدير ديال لاجيد كيقراه في السماء. الحمد لله ان عندنا لاجيد من اقوى المخابرات العسكريه في العالم، كيقودها ود الفقيه حامل المملكه الدق والسكات. مؤخرا المغرب شرع عتاد عسكري كبير واخر مغنات ممكلتهم بالاسلحه. ما بغيتش نصدمك ولكن اخويا راه نوعيه الاسلحه اللي شرع راه الفريع ديال بصح، والقيمه ديالها غيضرك راسك. لدرجه ان اسبانيا جاتها السعر من هذا الشيء وبدات كتشكي يمينا ويسارا، وحاولات حتى مع اللوبي الامريكي باش يحبس صفقات على المغرب. الجزائر مني كتشري سلاح مفروض عليها، وهذا الشيء دايره روسيا مفروض عليها ان تقول انني شريت انا السلاح، هاشنو شريت وهاشنو شريت وهاشنو شريت. المغرب لا، هذا الشيء من اسرار الدوله. عمر المغرب غادي يخرج ويقول لك حنا شرينا كذا وكذا وكذا، حنا شرينا ها شحال شرينا ديال الاباتشي. وهذا الشيء اللي منوض الرقاطه في الجزائر، وكتزيد حتى هي تشري الاسلحه. ارك ليا دابا غادي ندير واحد الكومباريزون بيناتهم. حسب جلوبال فاير باور فنبداو بعد بالقوة البشرية. عدد سكان الجزائر 43 مليون راس، والمغرب 36 مليون نسمة. عدد العساكرية اللي خدامين اكتيف في الجزائر 130 ألف، في المغرب 200 ألف. جنود الاحتياط في الجزائر 135 ألف، في المغرب 100 ألف. الباراميليتير القوات شبه عسكرية في الجزائر 200 ألف، في المغرب 25 ألف. ندوزو دابا الميزانية الدفاع. الجزائر كتخصص في هذا العام 9.7 مليار دولار للدفاع. المغرب كيخصص ميزانية ديال 5.4 مليار دولار للدفاع. القوة الجوية، عدد الطائرات الجزائرية 552 طائرة، أما المغرب غير 249، يعني قل من نص. الجزائر كتمتلك 103 طائرة مقاتلة، المغرب 83. طائرات الهجوم الأرضية الجيش الجزائري عنده 22 وحدة، أما المغرب ما عنده حتى وحدة. طائرات الناقل الجزائر 58، المغرب 29. الجزائر عندها 87 طائرة تدريب، المغرب عنده 67. طائرات المهام الخاصة الجزائر 9، المغرب 4. عدد الهليكوبتر الجزائر 268، المغرب 64. منهم 45 هليكوبتر هجومية جزائرية، أما المغرب ما عنده حتى شي هليكوبتر هجومية. ندوزو دابا القوة الأرضية ونبداو بالطنوقة. الجزائر عندها 2196، المغرب كتر منها عنده 3335. المركبات المدرعة الجزائر 6461، الجيش المغربي كيمتلك 3500. قواعد اطلاق الصواريخ، القوات الجزائريه عندها 334 قاذفات صواريخ، اما القوات المغربيه عندها 144. الجزائر 450 مدفعيه، المغرب قل من نص اي 211 مدفعيه. المدفعيات ذاتيه الدفع تقريبا جاو متقاربين. الجزائر عندها 545، المغرب 517. اراك ليا القوه البحريه، فالجزائر بشكل عام زايده نغزه علينا. الجزائر كتمتلك 201 قطعة بحرية، المغرب غير 121 قطعة بحرية. تا واحد فيهم لا الجزائر لا المغرب ما عنده حاملة طائرات، تا واحد فيهم ما عنده مدمرات، تا واحد فيهم ما عنده كاسحات الألغام البحرية. الجزائر عندها 6 ديال الغواصات، المغرب لحد الآن ما عنده حتى غواصة. الفرقاطات الجزائر عندها 5، المغرب كثر عنده 6. طرادات البحرية الجزائر 6، المغرب عنده 1. سفن الدوريات الجزائر 25، المغرب 22. من ناحية اللوجستيك الجزائر كتفوق على المغرب من حيث عدد المطارات. في الجزائر 149 مطار، في المغرب كاين 62 مطار. الجزائر كل عام كتبرم صفقات ضخمة بالنسبة للمؤسسة العسكرية اللي كتهلا فيها روسيا والصين باعتبارها الكليان التقليدي المفشش. روسيا كتحط الجزائر على رأس قوائم الدول اللي تقدر تشري من عند الأسلحة الجديدة المتطورة اكسكلوسيف اللي ما تقدرش تبيعها لدول أخرين. الجزائر غتكون في ليستة ديال 3 دول مع الهند والصين.
الفلسطين اللي غتكون كليان حصري لمنظومة الدفاع الجوي S-500 المرعبة اللي عندها قدرات تدمير الأقمار الصناعية. الجزائر أول دولة في العالم كتستحوذ على مقاتلات الجيل الخامس من طائرات SU-57 الشبحية الروسية بصفقة فلكية. أما المملكة المغربية اللي ولات قوة عسكرية رائدة في شمال إفريقيا فكتوجد راسها لاستقبال دفعات 36 مروحيات أباتشي، أقوى هيليكوبتر هجومية فتاكة على الإطلاق، وتحديث 200 دبابة قتالية من طراز أبرامز. المغرب عنده أخطر منظومات صواريخ أرض جو في العالم، راجمات جهنم AR-2 التي لا تقهر، الباتريوت اللي قادرة تمحي مدينة كاملة من على الكوكب بدقائق معدودة. المغرب شرى من إسرائيل درونات هاروب أسد الليل، أقوى الطائرات الانتحارية بدون طيار، وشرات منظومة باراك حصن السماء، وكتمتلك درونات هيرون والدرون الأمريكية MQ-9، وناوي يشري استدي الغواصات العسكرية العملاقة من نوع تايب 214 وغواصات سكوربيون وفرقاطات من نوع سيجما. الجزائر دولة عسكرية تحكموها العسكر، راه باين العربون وعادي جدا انها تكون كتانفيستي بشكل مهول في السلاح. المغرب خدام في سباق التسلح بالمقولة سير بشوية راني زربان. الجيش اللي باغيه الملك هو جيش دفاعي كيحميه وما كيدفعوش الخوض اي حرب، جيش مهني احترافي اقل عددا لكنه اكثر تكوينا واسلحة وعتادا، جيش متنوع المهام بوليفالون ومتوازن، ماشي كنخسروا فلوس على طائرات حربية وما عدناش حتى طائرات للطفي الحريق بحال الشوهة ديال الجزائر. فتحايانا لجنودنا الأبطال المرابطين في الحدود وفي القشالي، تحايانا لرجال القوات المسلحة الملكية، أنتم لستم فقط حماة للوطن، أنتم الوطن لا سواكم، أنتم الرجال لا سواكم. ففي الوقت اللي احنا مكسلين في ديورنا كليماتيزي كنحلوا التلاجة كنلقاو العواصر والمبارد، كاينين رجال شداد واقفين حسكة في بلايص قاحلة ما فيها لما لا يديك لا يخليك، فيها غير الرملة والعجاج والمتربصين، لا تلاجة لا كليماتيزوريكا للصهد، ورغم ذلك مضحيين على قبل البلاد واقفين في الشمس وسط الخلا والقيفار والعدو قدامهم والفيافي موراهم، لا يغمض لهم جفن، حارسين البلاد والعباد بكل قوة، لا يعرفون الكسل ولا التخاذل. رغم حدك ما كتعرفش شنو هو العتاد الثقيل والمدخات والفيلق والفا وان والمقاتلات F-16، ما حدك ما عمرك ما فقتي مع الربعة ديال الصباح وضربتي الحسوة برجلك في لاباز، ما حدك مازال ما ضربتيش نيدو بالمغرفة بكثرة الجوع، ما حدك ما عندكش هجالة كتشد 500 درهم تعويض في الشهر على راجل اللي مات شهيد في لاغير، ما تدويش على الوطنية فيسبوك كيليميني. راه عباد الله خرجات من العسكر على تقول قرايدو، تحية خالصة من القلب لخوتنا المرابطين بالجدار العازل خلف الجبهات، المغاربة كاملين عمهم ينساو تضحياتكم، الله يعاونكم والله يخرج سربيسكم على خير. حنا اهل سلم ما كانت عداو على حد، لكن الا تفرضات علينا الحرب والله ما نرجعو حتى نحرو اخر شبر من صحرائنا الشرقية المحتلة. وتيقوني الا قلتو حقرناكم في 1963 ففي 2023 مازال ما شفتو في الحقرة والو. ثم قال ماذا؟ قال حقرونا المرار كحقرونا وان عادوا عدنا. خليهم يغنيوا عليها دايما دموع دموع دموع. سيداتي سادتي حلقة اليوم سلات، شكرا لكم بزاف على المتابعة، ما تنسوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. شكون انا هو يونس مسرار، اللي بغاو يشريو بحال التيشيرتات زوينين يلقاو الرابط في صندوق الوصف. كان معكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار، السلام عليكم، دوزوا بخير.